المرة اللي فاتت سنة أولى أخدنا ضرب الحدود الجبرية وقسمتها، النهارده بقى هناخد ضرب حد جبري في مقدار جبري. تمام؟ طيب تعالى كده شوف معايا، بيقول لي او بتحصل ضرب الحد ده، ده حد سنة أولى، ده ايه؟ حد جبري اللي هو 2 س، ده عايز يضربه في ايه؟ في المقدار الجبري ده. تمام؟ طيب انا هضرب ده ازاي؟ انا عندي طريقتين، طريقه راسيه وطريقه افقيه. هقول لك الطريقه الافقيه الاول، انا عايزه اضرب 2 س في 2 س اس 2 زائد 5 ص ناقص 1. خلي بالك يا سنه اولى، القوس يعني ده، يعني مش لازم احط علامه الفي دي، ماشي؟ طالما في قوس معناه كده ان انا هضرب. تمام، هضرب ازاي الحد في المقدار؟ همسك الحد اضربه في كل حدود المقدار. ازاي؟ هضربه في الحد الاول، وبعدين اضربه في الحد الثاني، وبعدين اضربه في الحد الثالث. وخلي بالك انا بضرب اشارات واعداد ورموز. تعالى كده بقى معايا واحده واحده. هضربه جوه القوس،
من ألف في باء باثنين، ألف باء سالب في موجب بسالب، ثلاثة باء في ألف بثلاثة، ألف باء سالب في موجب بسالب، ثلاثة باء في باء بثلاثة، باء أس اتنين. طيب يا سنة أولى في حاجة متشابهة؟ في حدود متشابهة؟ ده في شبيه ليه؟ لا. طب ده في شبيه ليه؟ لا. دول اللي متشابهين يبقى دول اللي هجمعهم مع بعض. تمام؟ يبقى أنا يا سنة أولى هنزل الستة ألف أس اتنين، وهنزل السالب تلاتة باء أس اتنين، لأن دول مفيش حاجة شبههم. هجمع دول اتنين ألف باء وسالب تلاتة ألف باء، بجمع يا سنة أولى مش بضرب، بجمع مفيش إشارات ضرب. أنا بجمع اتنين ألف باء ناقص تلاتة ألف باء يبقى سالب ألف باء. تمام؟ طيب أنا كده خلصت التبسيط، بسطت الأبسط صورة. ده كده يا سنة أولى أبسط صورة بالشكل ده. تمام؟ طيب هو عايز قيمته العددية لما تكون الألف بيساوي باء بيساوي واحد، يعني أنا أشيل الألف وأحط واحد وأشيل الباء وأحط واحد. تعالى كده، ستة في ألف أس اتنين يعني واحد أس اتنين، ناقص ألف في باء يعني واحد في واحد، ناقص تلاتة باء أس اتنين اللي هي ايه؟ في واحد أس اتنين. تمام؟ ستة ألف أس اتنين بواحد، ناقص واحد في واحد بواحد، ناقص تلاتة في ألف أس اتنين بواحد، سوري واحد أس اتنين بواحد. ستة في واحد بستة، ناقص واحد ناقص تلاتة في واحد بتلاتة. ستة ناقص واحد خمسة، خمسة ناقص تلاتة اتنين. يبقى القيمة العددية للمقدار ده لما يكون الألف بيساوي الباء يساوي واحد هتطلع بإيه؟ باتنين. تمام. سؤال زيه بيقول لي اختصر المقدار ده ثم اوجد القيمة العددية للناتج لما يكون السين باتنين والصاد بسالب واحد. همسك المقدار الأول أختصره، سين في اتنين سين ناقص صاد ناقص اتنين صاد في سين ناقص صاد. تمام؟ ده حد في مقدار ناقص حد في مقدار، همسك الحد ده أضربه هنا وهنا، وهمسك الحد ده هضربه هنا وهنا. تمام؟ سين في اتنين سين باتنين سين أس اتنين، موجب في سالب بسالب، سين في صاد بسين صاد، سالب في موجب بسالب، اتنين صاد في سين باتنين سين صاد، سالب في سالب وموجب، اتنين صاد في صاد باتنين صاد أس اتنين. تمام؟ في حاجات متشابهة يا سنة أولى؟ الحاجات المتشابهة هنجمعها مع بعض. يبقى هنزل الاثنين سين اس اتنين، وهنزل الاثنين صاد اس اتنين. مين المتشابه؟ السالب سين صاد والسالب اتنين سين صاد، نجمعهم يبقى سالب تلاته سين صاد. ده كده سنة أولى أبسط صورة للمقدار ده. عايز القيمة العددية لما تكون الناتج السين باتنين والصاد بسالب واحد. هنشيل كل سين ونحط اتنين، ونشيل كل صاد ونحط سالب واحد. يبقى اتنين في السين باتنين يبقى اتنين اس اتنين، ناقص تلاته السين باتنين والصاد بسالب واحد، زائد اتنين الصاد بسالب واحد أس اتنين. يبقى اتنين، اتنين أس اتنين بأربعة، سالب في سالب بموجب، اتنين في تلاتة بستة في واحد، ستة في واحد بستة، زائد اتنين في سالب واحد أس اتنين بواحد، واحد في اتنين باتنين، اتنين في اتنين بأربعة، اتنين في سوري اتنين في أربعة بتمانية، زائد ستة زائد اتنين، تمانية واتنين عشرة، وستة ستاشر. طيب المثال الرابع سنة أولى بيجي أكمل، يعني المسائل دي ممكن تلاقيها في أكمل في الامتحان. طيب بيقول لي سين في مقدار، المقدار ده غير منه حد، بيساوي ستة سين ناقص ناقص. طيب يعني عايز يعرف اللي هنا واللي هنا. طب يا سنة أولى فاكر لما كنت مثلا بقول لك خمسة في نقط يساوي 30؟ تمام؟ وانا عايزه اجيب اللي هنا، مش كنت بقسم ال 30 على 5؟ يعني اقول 30 على 5 فيها الايه؟ الستة. هنا نفس الكلام، هو بيقول لي 6
في ناقص يساوي 6 سين. سين في نقط يساوي 6 سين، معناه كده عشان اقول ان انا هقسم ال 6 سين على السين، 6 سين على سين تساوي ايه؟ السين هتروح مع السين يتبقى ايه؟ 6. ال 6 دي هحطها هنا اهو، 6 في سين ب 6 سين. نكمل عشان انا احدد المقدار اهو، 6 سين في 6 ب 6 سين، وسين في سالب 2 سين موجب في سالب بسالب، هو كاتبها واحد في اتنين باتنين، سين في سين بسين أس اتنين. المثال اللي بعده نفس الكلام اللي لسه هقوله، تلاتة سين مضروبة في نقط تديني 15 سين أس تلاتة ص، هقسم ده على جنب، على جنب بقى 15 سين أس تلاتة ص على تلاتة سين، 15 على تلاتة فيها الخمسة، سين أس تلاتة على سين بسين أس اتنين، بطرح الأسس في سنة أولى، ص على مفيش حاجة تحتها مش هقسمها يبقى هتنزل ص، يبقى هاخد اللي هو خمسة سين أس اتنين ص وأكتبه هنا، خمسة سين أس اتنين ص. طيب أصبح بقى إيه؟ عندي حد في مقدار، يعني هضرب الحد هنا والحد هنا، الحد ده في الحد ده هو أهو ضربه، تمام؟ هضرب الحد بقى ده في ده، موجب في سالب بسالب هو حاططها، 3 في 4 ب 12 س في س بس أس 2 ص أس 2، هتضرب في حاجة هنا؟ لا بنزلها ص أس 2، تمام؟ طب هنا؟ طيب هنا بص يا سنة أولى، هو أنا المفروض إن الحد هيتضرب في المقدار صح؟ 2 في 3 ب 6 س في س بس أس 2، تمام؟ أنا غايب بقى عندي الجزء ده بس الناتج بتاعه أهو، يبقى أنا همسك الناتج وأقسمه على مين؟ على الاتنين س، يبقى السالب 10 س هقسمها على إيه؟ على الاتنين س، سالب على موجب سالب، 10 على الاتنين 5، والس هتروح مع إيه؟ مع س، السالب 5 في موجود منها إيه؟ السالب موجودة، يبقى أنا ناقصني الخمسة. عايز تتأكد؟ اضرب الحد في المقدار كله هيطلع معاك الناتج صح. طيب هنا، هنا الحد مش موجود، المقدار هو اللي موجود، والناتج بتاع أول ضرب يعني هو المفروض الحد اللي هنا هيتضرب في ده وده، أول ضرب اللي هو الحد في الحد ده الناتج بتاعه هو، يبقى أنا هاخد الناتج اللي هو 6 س أس 2 هقسمه على الحد اللي هو 3 س علشان تطلع الحد الأولاني، 6 على 3 2 س أس 2 على س ب س، يبقى هنا المفروض إيه؟ 2 س، يبقى 2 في 2 ب 6 س في س ب س أس 2. نكمل بقى الضرب، 2 في 1 ب 2